للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض ولو آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج ترسبات الأملاح في المفاصل بالأعشاب هو موضوع النهاردة. هنتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل وسريع كالعادة علشان ما نطولش وقت الفيديو. ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك. يلا بينا نبدأ ونعرف يعني إيه ترسبات الأملاح في المفاصل. المصطلح ده هو عبارة عن تجمعات من الأملاح على سطح المفاصل، ودي ممكن تتسبب في حدوث ألم والتهابات في المفاصل. حسب الألم بيزيد حسب يعني حجم الأملاح وحسب تركيز الأملاح، تمام؟ طب يا ترى إيه الأسباب؟ أول حاجة من أهم الأسباب زيادة تركيز الأملاح في البول. وعايزين نعرف حاجة تانية دايما بأكد عليها. تلاقي الدكتور بيقول لك اشرب ليمون. طب الليمون فيه إيه؟ الليمون فيه مادة بتساعد على عدم تكون الأملاح، مادة عدم تكون حتى الحصوات نفسها، تركيز الأملاح بيقل. يعني المادة دي تقريبا كده ممكن بالبلد نقول إنها بتذوب الأملاح اللي هي الساترات، تمام؟ نقص الساترات أو نقص بعض العناصر الغذائية في البول بيؤدي إلى زيادة تكون الأملاح أو زيادة تركيز الأملاح. أيضا في بعض الحالات الطبية بعض الأمراض ممكن أيضا تساعد على زيادة تركيز الأملاح. طيب ده بالنسبة للأسباب. طيب أنواع ترسبات الأملاح في المفاصل، تمام؟ من أشهر أنواع ترسبات الكالسيوم وترسبات اليورات وترسبات السيستين، بس السيستين ده أقل حاجة. يعني من الحاجات اللي ممكن يعني تكون نادرة نوعا ما. أعراض ترسبات الأملاح في المفاصل، أنا بحس بإيه؟ بحس بألم في المفاصل. الألم ده بيزيد مع الحركة أو بالضغط على المفصل. أيضا وجود التهابات في المفاصل. ممكن يصل الأمر إلى وجود تورم في المفاصل. طب العلاج، لو هنتكلم عن علاج ترسبات الأملاح في المفاصل بالأعشاب هنتكلم عن الكركم. الكركم غني بالكركمين، ودي مادة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وبتساعد على تخفيف الألم والالتهاب اللي بيحصل بسبب تسربات الأملاح في المفاصل، ترسبات الأملاح في المفاصل. ممكن تاخد الكركم كمكمل غذائي أو تضيفه للأكل زي الرز واللحوم والخضروات، نص معلقة أو أقل من نص معلقة كفاية في اليوم، تمام؟ جنزبيل، الجنزبيل كمان غني بالمواد المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وبيساعد على تخفيف الألم والالتهابات اللي بتحصل بسبب ترسبات الأملاح في المفاصل، تمام؟ ممكن تاخد الجنزبيل كمشروب أو تضيفيه للأكل زي الشوربة والسلطات وغيرها. أيضا البابونج غني بالمواد المسكنة ومضادات الالتهاب، وبيساعد على تخفيف الألم والالتهاب اللي بيحصل بسبب ترسبات الأملاح في المفاصل. طبعا ده بيتعمل زي الشاي الكشري كده، بنضيف على ميه سخنه ونغطيه لمده 10 دقائق وبنشربه بعد كده، تمام؟ او حتى على فكره بيقول السيدات اللي هي الستات الناصحه بتحطه مع بعض الاكلات زي اللحمه والخضروات والشوربه والحاجات دي. ايضا من الحاجات المهمه النعناع. النعناع غني بالمواد المسكنه ايضا ومضادات الالتهاب، بيساعد على تخفيف الالم والالتهاب اللي بيحصل بسبب ترسب المفاصل، ترسب الاملاح في المفاصل، تمام؟ وبتاخد نفس طريقة البابونج. بعد كده من أهم الحاجات يا جماعة التوم. التوم غني جدا بالمواد المضادة للالتهابات وبيخفف الألم، تمام؟ وممكن ناخد التوم ني أو نضيفه للأكل أو نحطه على السلطة. يعني بص حاجات كتير التوم ده كلنا عارفين ممكن نستفيد منه إزاي. يعني أيضا البصل، البصل مهم جدا، يجي في الدرجة الثانية بعد التوم على طول إن لم يكن في نفس الدرجة. بعد كده احنا كلنا عارفين الشاي الاخضر وعارفين ان هو مضاد التهابات ومضاد اكسده وحاجه مهمه جدا سواء لترسبات الاملاح، بيقلل ترسبات الاملاح، بيساعد على التخسيس، مضاد الاكل، بيقلل السموم اللي في الدم. بسم الله ما شاء الله الاخضر اللي هينتظم عليه، يعني حاجه جميله جدا ما شاء الله. وارجع واقول نشرب ميه كتير، نخليها في الاخر عشان بعيدها 3 مرات. نشرب ميه كتير، اي مشكله املاح، حصوات، كلى، اي حاجه نشرب ميه كتير يا جماعه. اهم حاجه الميه، ودي سبحان الله ربنا وفرها لنا. يعني علاج سهل وعلاج مجاني، تمام؟ اشرب مش اقل من 8 كوبايات ميه في اليوم. بالفعل مع الوقت هتلاقي ترسيب الاملاح ده قل، تمام؟ حتى بدون ما تاخد اي علاج. العلاج يتاخد في الحالات اللي هي الايه؟ الحالات اللي هي الشديده، تمام؟ اتكلمنا عن طريقه استخدام الاعشاب، بس هنتكلم عنها بشكل مجمل. اول حاجه ممكن نشرب مغلي الاعشاب، تمام؟ او نحط، على فكره احنا ممكن كمان نحط كمادات من مغلي الاعشاب على المفاصل، نتائجها ممتازه برضه بالنسبه لو في التهابات او تورم. او
ممكن تاخد مكملات غذائيه بتحتوي الاعشاب، ولكن دي بتكون تحت اشراف طبيب تغذيه علشان ما تعملش مشاكل ثانيه في اي، لو عندك اي مشاكل في اي حاله صحيه ثانيه. تمام. طيب نصائح للوقايه من ترسبات الاملاح في المفاصل. اول حاجه، مش طبعا هنلاقي معانا البند اللي بيخش معانا في كل حاجه زي الملح في الاكل كده بيخش معانا في كل حاجه. هتلاقي الطبيب بيقول لك اشرب ميه كتير، ما تستغربش بالفعل شرب الميه زي ما قلنا هيقل، يمكن ممكن يكون علاج نهائي في بعض الحالات يعني. ايضا تناول نظام غذائي صحي، نتناول الفاكهه والخضروات بكثره يا جماعه. كمان الرياضه مهمه جدا، على الاقل يعني امشي ثلث ساعه في اليوم او نص ساعه ماشي مش جري، هتلاقي نفسك يعني بدات تعرق، بدا الملح بالفعل يخرج منك بشكل طبيعي من غير اي ادويه. تمام. فوائد الاعشاب بتقلل من الالتهاب والالم، ايضا معظم الاعشاب اللي قلناها بتعمل على اذابه الاملاح المتراكمه في المفاصل، ايضا بتحسن من الدوره الدمويه في المفاصل، وبالتالي بيبقى يعني عامل كبير ومساعد في التخلص من الاملاح المترسبه في المفاصل. ما ننساش ان السمر العربي الهشاب ايضا من الحاجات المهمه جدا اللي اساسا بيعمل وقايه وعلاج في نفس الوقت، يعني بيمتص الاملاح من الدم مباشره، وخصوصا الاملاح اليوريك اسيد والاملاح اللي هي الخاصه سبحان الله بالحصوات. تمام. يعني بيمنع تكون الحصوات، مش بيدوب الحصوات بصراحه، لغايه دلوقتي بكرر انه مش بيدوب الحصوات يعني، ولكن بيقلل تكون الحصوات وقايه، وايضا يعني بيمنع تكونها، فهو علاج ايضا للقصور الكلوي، علاج للفشل الكلوي. بس هاكد زي ما باكد كل مره، لازم يكون هشاب، نبعد عن القطع اللي موجوده عند العطار ملهاش اي علاقه بالهشاب. لو عايز نوع معين، هو تقريبا احنا لغايه دلوقتي مش لاقيين غير نوع واحد اللي هو النوع الهشاب النقي لدرجه نقاؤه عاليه جدا بتفوق ال 98%، هو نوع ناتوريا. انا بنصح به دايما، النوع ده هشاب بما يرضي الله، والله حاجه محترمه جدا جدا جدا، نسبه الهشاب اللي فيه عاليه جدا، ان لم يكن يعني هو احنا مش بنتكلم على هشاب اصلي، هو كده كده هشاب اصلي، ولكن درجه نقائه اللي عاجبني فيه درجه النقاء ما شاء الله عاليه جدا، حاجه ممتازه يعني. والغريب ان هو سعره برضه الحمد لله على قد الايد، ممكن تستخدمه وتنتظم عليه كمان. لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني العمل انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.